السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. محمد وريدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظنا يا عم. الله يحفظنا. الله يرحمك يا رب يا رب يا كريم يا رب يا رب يا رب. نعم بنتي أمينة، الصوت ما كيتسمعش مزيان، غيري المكان ديالك باش الريزو. نعم كنسمعك بنتي أمينة. أمينة بدلي المكان ديالك واحد خطوة إلى الأمام أو الوراء، الريزو كيتقطع عندك، ربما في ورزازات. أنا كنسمعك دابا مزيان. ألو عمي كريدة. هي كنسمعك بنتي. يا مرحبا. واحد طلب واحد المساعدة ديال شي ناس من تالي من جماعة سيدي حسين. أييه تالي من جماعة سيدي حسين دوار قولين. أييه الطريق شد في ماكنة السروال إيتوبيا، راس في ماكنة الله لا إله إلا الله وصافي، ما وصلهمش المساعدة ما حتى حاجة. عيطوا لي دابا ولاد عمامي ولاد خوالي قالك راه لا إله إلا الله، الناس تغلبوا لهم الديور وسميتهم الناس حالة ضعيفة ما عرفش لا إله إلا الله وصافي. لالا أمينة عاودي ذكريني بالسمية بالمنطقة، سميت المنطقة جماعة سيدي حسين. نعم دائرة تليبي. نعم قولي دوار قولي. واخا لالا بإذن الله بإذن الله تعالى. هذه الساعة هذه الساعة القوافل تسير في جميع الاتجاهات المغربية، القوافل تسير، وهذا الويكند هذا السبت واحد إن شاء الله غتمشي مجموعة قوافل، غتمشي للنواحي ديال الحوز، غتمشي للشيشاوا، غتمشي للإيمنتانوت، غتمشي للتارودانت، غتمشي للهوارة وكاع الأماكن اللي وقع فيها هذه الأحداث. وغادي مجموعه ديال القوافل كثيره جايه من جميع انحاء المملكه، جايه من 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 الجنوب الاقاليم الصحراويه، جايه من الشمال، جايه من الدار البيضاء وما جاورها. وان شاء الله كنقول لاحباب الكرام ان يكون هذا النداء يوصل للناس اللي غاديين بالمساعدات انهم يزوروا هذه المنطقه. جماعه سيدي حسين، جماعه سيدي حسين، دائره التلوين، دائره التلوين، دوار قليم، دوار قليم. كاين الدوائر اللي لقات فائض ديال المساعدات، وطبعا ربما بعض الدوائر الناس ربما اما تجاهلوها او ما عرفوهاش فين كاينه او لاسباب معينه. فهذه مناسبه اي دوار لقينا بانه باقي ما استفدش من الخير والناس ما وصلوش ليه يتواصلوا معنا الاهل ديالو، وحنا غنوجهوا النداء لهذه القوافل. وهذه القوافل ان شاء الله غتمشي لعين المكان. هما الان كيقلبوا، راه كيتواصلوا معنا بعض الاحبه كيقول لك فين المكان اللي بقى، كيقول هذا المكان راه فيه الفائض، هذا المكان فيه الفائض، والمكان وداك والخير موجود. وحتى دابا الان كيقلبوا على فين يخزنوه، لان داك الخير اللي بقى غادي يفسد، واحد العداد ديال الاطعمه والاشربه والمشروبات وغيرها غتفسد لان غتفوت الصلاحيه ديالها. دابا لقاو الازمه فين خصهم يخزنوها، خصهم ثلاجات كبار، خصهم اماكن ديال التبريد. فلهذا اي مكان باقي ما وصل ليه والو حنا يتصلوا بنا في الاذاعه وحنا غنوجهوا النداء لهاد الجهات. كاين جهات حكوميه، كاين جهات ديال جمعيه المجتمع المدني، كاين الناس اللي هما يا بسطاء، ناس من تلقاء انفسهم ما تابعين حتى شي جهه معينه، هما كيديروا هاد روح المبادره، كيديروا صنائع المعروف، فهما غادي يسمعوا وغادي يتوجهوا لهذا المكان. فكنعاود نذكر جماعه سيدي حسين، دائره التلوين، دوار قليم. إذا كان ممكن الأحبة الكرام يتوجهوا بالشاحنات ديالهم في هذا الاتجاه هذا ويعطوا نصيبا من هذه الخيرات لسكنة هذه الدواوير المكلومة، وجزاكم الله ألف السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.